نروح بقى للأجهزة الكهربائية والأجهزة الكهربائية. صحيح هي مش سلع أساسية لكن سلع مهمة، معمرة، الناس اللي بتتجوز، حياة الناس، واحد تلاجته باظت، واحد غسالته باظت، يعني برضو من الحاجات اللي الناس بتحتاجها. معانا أستاذ حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات. إمتى هسأل نفس السؤال يا أستاذ حسن، متى انخفاضات سعر الصرف تؤثر على أسعار السلع الكهربائية وتنخفض؟ يعني زي ما الضيف اللي فات قال انا سمعته طبعا، اما ثبات واستقرار السعر يثبت نقدر نقول الكلام ده. بالاضافه ان يمكن هو احنا عن في جزء كبير جدا ما فيش جهاز من الاجهزه المنزليه والكهربائيه 100% خاماته محليه. في جزء كبير مستورد، وده بيعتمد على تدبير البنوك للدولار، او يقولوا لنا ندبر من السوق ويقبلوا التدبير بتاعنا من السوق. بعد ما كانوا سامحين فترة رجعوا لغوا التدبير من السوق، ولازم مصدر، وده بيوقف الدنيا. فانت فهي دي دلوقتي مشكلة. لا عارف تدبر من البنك ولا عارف تدبر من السوق. لا انا اعرف ادبر من السوق لو البنك قبل، لكن البنك دلوقتي ما بيقبلش. يعني كان بيقول لك الاول عايز بيقبل مصدر. وبنحط 120% من الاعتماد، صح. ويعني كانت قصة كبيرة كده حضرتك لا عارفاها. مفهوم، اللي هو 120% هو بياخد منك ال 100% وياخد وال 20 20 هو بيرجعها لي بسعر بسعر البنك. البنك. يعني حتى لو انا كنت بشتري، ايام ما كنت بشتري ب 50 من السوق كان بيقف عليا الدولار ب 60 او باكتر، طب ما نتيجة ان عموما انا انت كنت بديله بسعر السوق ما ده كان وهو باين في بيحوله لسعر التسعير. البنك، وبعدين رجع لي ال 20% بسعر البنك، فكل دي كانت خسارة. فالدولار تكلفته حقيقية كانت اكبر من اللي انا بدبره من السوق. هل ليه المصانع في التسعير اول ما سعر السوق السوداء يعلى هتلاقي على طول سعر المنتج النهائي ارتفع بسرعه، لكن تيجي بقى لو انخفض سعر السوق السوداء وانعكست القصه ياخد بقى دوره، يقول لك الدوره هتلف. مش فاهمه هي بتدور قد ايه الدوره دي. بص حضرتك انت معاكي حق لو احنا بنعمل كده، لكن ده ما بيتمش. احنا ما بنرفعش اسعار الا لو التكلفه زادت. هتقولي لي سعر الحاجه بيزيد في السوق، ده شغل التاجر مش شغل المصنع ايوه، ما انا في النهايه نهائي. انا مستهلك، ما بين التاجر والمصنع انا بين شقي الراحه، يعني انا مستهلك يا فندم في مفعوص في تجار، النص. مش عاوز اقول كلهم، عندهم بضاعه واخدينها من المصانع بالسعر القديم، وللاسف لما يجي بيبيع بالسعر الجديد. ما انت انت لما حضرتك بتساله ما سمعتيش على من ظاهره الاوفر برايس في الاجهزه المنزليه؟ ما هو بيقول لك ايه لما انت تساله، بيقول لك دي تكلفه استعواض البضاعه، يعني لاني عارف ان انا مش الجهاز اللي هبيعه ده مش هعرف اجيب بداله بسرعه جهاز اخر، فانا بستعوض البضاعه وحياتي كلها بتغلى فبزود. ما هو التجار برضو ده عندهم التاجر يا فندم، مش المصنع ما بيعملش كده. المصنع بيحسب تكلفته وبيحط المارجن اللي المفروض يحطه، وهو ابتدى يقل طيب جدا. يعني ابتدى في هامش الربح المصنع بيبقى قليل جدا، لان احنا كمصانع مش من مصلحتنا نزود السعر، لان بيحصل ركود والمستهلك النهائي ما بيشتريش بالسعر العالي. انا مش من مصلحتي ان السعر يزيد، بالعكس انا عايز التراجع السعر في يقل بقدر الامكان. التراجع في الشراء قد ايه يا استاذ حسن؟ التراجع بسرعة حوالي 50%. من امتى؟ يعني السنة اللي فاتت كان 50% أو ولا من أواخر السنة اللي فاتت. من اواخر السنة اللي فاتت؟ ومع أيوه. ارتفاع الاسعار الكبير من اول يناير التراجع قد ايه تقريبا؟ رجع تاني، أنا مش عارف بالظبط، ما عنديش الإحصائية دلوقتي، لكن رجع تاني، ما فيش سيرة دلوقتي، في ركود، وأنا كمصنع مش من مصلحتي، لأن من مصلحتي إن أنا أنتج وأبيع. لكن لازم الأجهزة الرقابية تشوف التجار وتشوف المخازن بتاع التجار، ولازم تقوم بدورها. الأجهزة الرقابية عليها عامل هام جدا في موضوع رقابة الأسعار، طب أستاذ مش ذنب حسن، الصانع أبدا يعني. طب أستاذ حسن هرجع أسأل السؤال، لو اتفضلي. بقي الدولار في الخمسينات كده زي ما هو دلوقتي على قد هياخد قد تكلفة، إيه؟ على قد الجزء اللي أنا بشتريه بالدولار من بره بستورده هنتراجع تاني، إمتى؟ والسعر هيقل تاني. إمتى؟ أول ما يثبت الدولار. هو الدولار ثبت حضرتك؟ هل الدولار استقر؟ لا يعني على مع فكرة الأسعار اللي افرض حضرتك افرض بتسمعيها دي يعني مش مع سعر تنفيذ، يعني حتة 55 و52 والكلام ده
السعر ده كله بيتقال كلام. طب حد يجي يشتري من السوق بالسعر ده؟ مستحيل. التنفيذ مستحيل. على كام؟ التنفيذ على كام النهارده؟ النهارده بتتكلم من 60 ل 61. لا التنفيذ على 58، انا سامعه 58 59 في الحدود. ما احنا انا سمعت 55. طب حضرتك نفذي بس. مفيش تنفيذ، وده دي نقطة مهمة جدا، دي نقطة اللي من يعني بالظبط من 59 ونص ل 61. اه يعني اللي على الابلكيشن ده حاجة، لكن تعالى نفذ وتعالى اطلب دولار مفيش الرقم. مين اشترى دولار ب 65 ووصل 70 هيروح يبيع ب 58 دلوقتي؟ الناس متخوفة مش عارفة ايه اللي جاي. لو استقر لفترة طويلة نقدر نتكلم في فترة طويلة قد ايه؟ يعني يستقر قد ايه؟ لو قعد شهر او شهرين على ما نبتدي نجيب بالسعر الجديد ده. اه فانت بتقول لي ان الاسعار مش هتنزل لو استقر السعر شهر او شهرين على انخفاض. فانت هذا الانخفاض يسمى عندك في الاجهزه الكهربائيه كمان شهرين او شهر تقريبا. تقريبا. شكرا. وانا هبقى سعيد جدا ان انا اخفض الاسعار. اكيد. شكرا استاذ حسن مبروك رئيس شعبه اجهزه كهربائيه باتحاد الصناعات. كلام واضح اهو، الكلام اللي على وده كلام التجار والصناع وكلهم. التنفيذ حاجه واللي على الابلكيشن حاجه. الابلكيشن بتكلم على 55 53 54، تعالى نفذ بقى واشتري دولار مش هتلاقي اقل من 58 59 في الحدود دي. وبيقولوا ان هو 60. استاذ حسن مبروك بيقول 60. ده جزء. الجزء الثاني كل السلع سواء سلع استهلاكيه او سلع معمره لن تتاثر بهذا الانخفاض ولن تنخفض اسعارها الا بعد استقرار هذا السعر وشهر تقريبا. في السلع الاستهلاكيه بنتكلم في شهر من 35 يوم ل 40 يوم او شهر تقريبا مع يعني دخول رمضان، فما فيش اي انخفاض في السلع الاستهلاكيه قبل شهر. السلع المعمره هتاخد دوره اطول وتنخفض بعدها بشهرين تقريبا. الفراخ برضو بنتكلم في نفس الشيء، حتى دوره الدواجن فبرضو بنتكلم مش اقل من 40 يوم حتى تنخفض الأسعار. ده كلام واضح بنقوله للناس، ما فيهوش ان بكره الاسعار هتنخفض لما الاسعار الصرف انخفضت. هو الاهم انه هذه الانخفاضات في اسعار الصرف تبقى مستمره. واحنا هنا خلاص اتفقنا التعويم حصل بره السوق، احنا بره السوق الرسمي، احنا منتظرين التعويم ينتقل للسوق الرسمي ومنتظرين وهو الاهم ضخ الدولار في يعني ضخ دولاري في السوق الرسمي عشان خلاص السوقين يقتربا من بعضهما البعض، يتحرك الاسعار ويبقى عندنا سوق بلا تشوهات، سوق واحد، ما نفضلش بقى ناخد الدولار سرقه من حد وما نعرفش ندخله البنك. قصه شديده التعقيد.